بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع قارئ متقن قديم من طلاب مولى علي، علي حسن داود، أستاذنا العلامة علي حسن داود، المقرئ الحاج نمير العزي أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم لي عن تاريخ حياتك يعني باختصار. الحمد لله، والله بديت يعني قلت لك مواليد حياتك الإقرائية. وبعدين احنا من عمر 14 سنة قمت ألتقي بسيدنا الشيخ عبد القادر بالذكر بالتهليلة. نعم. وتعلمناها وكنت أسمعها بالتسجيلات. حلو. أي وبعدين جيت يعني تقنت التهليلة. نعم علمت التهليلة. الحمد لله. من هو هسه أبرز من يقرأ التهليلة حاليا في سنة 21؟ هسه الموجودين اللي نعرفهم الباقي. هم كنا الله يعافيه إن شاء الله، يعني هسه الموجودين. حجي محمود. محمود والعبد الفقير. ما شاء الله. لله الحمد. أبرز سيد إسماعيل النعيمي. إسماعيل مو شغال يعني مال. إسماعيل مو. زين، وين تعلمت التلاوة والقراءة؟ والله تعلمتها في باب الشيخ بال كثرة استماع لأساتذتنا الله يرحمهم، ملا خليل وملا علي. ما شاء الله. والحمد لله والشكر.